السلام عليكم. بنكمل او بنلاقي حته صغيره كده كنا خدناها المره اللي فاتت والناس اشتكوا منها. انا مبسوط يا جماعه لما كل شويه ابص الاقي حد بعت مساله في التليفون، بعت حاجه مش فاهمها على الواتساب. الحاجات دي بتبسطني جدا، مش بتضايقني خالص، بتسليني. يعني كل بتوع حاجه ابعتها لي على طول اول باول، هتبقى ما فيش حاجه تنسيها ولا حاجه، ونبقى بنبقى كويسين في الماده. بناخد حاجه اسمها الالكترو موتيف فورس. الالكترو موتيف فورس في حاجه احنا خدناها الحصتين اللي فاتوا، حاجه اسمها البوتنشال ديفرنس. البوتنشال ديفرنس في حاجه هناخدها النهارده اسمها الالكترو موتيف فورس. البوتنشال ديفرنس بيبقى رمزه في كابيتال بس. الاي ام اف اللي هي الالكترو موتيف فورس بيبقى رمزها في وتحتها بي كابيتال، بي كابيتال. يعني الفرق ما بين الاثنين ان البوتنشال ديفرنس رمزه في، الالكترو موتيف فورس رمزها في وتحتها بي. ده الفرق بينهم. طب هو ايه بقى، ايه حكايه بقى الالكترو فورس دي؟ بص يعني احنا قلنا لما تشارج كانت موجوده هنا واتنقلت هنا، اهو هنا اهو بس. التشارج دي لما بتتنقل لازم اكون مديها انرجي تتنقل بيها. اول ما الانرجي تخلص التشارج تقف. انا عايز اجيبها بره هنا، عايز اوصل التشارج مره هنا اهو، ومره اوصلها هنا، ومره اوصلها في الاخر هنا. هل كميه الانرجي اللي هتاخدها للتشارج عشان تمشي من هنا لهنا هتبقى زي من هنا لهنا؟ هتبقى زي من هنا لهنا؟ لا، هتختلف على حسب المسافه، على حسب المسافه قد ايه. كل ما المسافه تكبر يبقى عايز انرجي اكتر. ايه بقى هو البوتنشال ديفرنس؟ البوتنشال ديفرنس هو الورك دون مي في تو ترانسفير تشارج اوف وان كولوم فروم بوينت، من هنا مثلا تو انذر بوينت، فروم بوينت تو انذر بوينت او سايد الباتري. طبعا ده اللي هو البوتنشال ديفرنس، الانرجي المطلوبه، الورك دون المطلوب عشان ننقل الشارج من هنا لغايه هنا. طبعا من هنا لغايه هنا اهو هناخد بوتنشال ديفرنس، لان هو بوتنشال ديفرنس اكبر، لان هو اكبر واكبر، كل ما المسافه تكبر احتاج بوتنشال اكبر. يبقى تاني يعني ايه بوتنشال ديفرنس؟ يعني الانرجي نيدد، الورك دون نيدد تو ترانسفير تشارج اوف وان كولوم فروم بوينت، من هنا مثلا تو انذر بوينت، فروم بوينت تو انذر بوينت، فروم بوينت تو انذر بوينت او سايد الباتري، او سايد الباتري. ده اسمه البوتنشال ديفرنس. وكنا طلعنا ان الفي ايكوال اي في الار، الفي ايكوال اي في الار. ده البوتنشال ديفرنس. امال ايه الاي ام اف بقى؟ انا الشارج عشان تمشي من هنا وتوصل للناحيه الثانيه هنا اهو بالظبط، بحتاج لها انرجي محدده. الانرجي اللي بتعوزها من هنا لغايه هنا بس اسمها في كابيتال، في كابيتال بوتنشال ديفرنس. طب التشارج لما بتوصل هنا بتعمل ايه؟ التشارج لما بتوصل هنا بقى في هنا سلفوريك اسيد سوليوشن، التشارج بتبدا تمشي في السوليوشن، التشارج بتبدا تمشي في السوليوشن لغايه ما توصل الناحيه الثانيه. التشارج عشان تمشي في السوليوشن ده، التشارج عشان تمشي في السوليوشن ده بتحتاج انرجي. الانرجي اللي بره الباتري بلس الانرجي اللي جوه الباتري، الانرجي اللي بره الباتري بلس الانرجي اللي جوه الباتري، الاثنين الصم بتاعهم اسمه الالكترو موتيف فورس. يبقى الالكترو موتيف فورس دي اثنين انرجي، اثنين انرجي، انرجي خارجيه بره الباتري وانرجي داخليه جوه السوليوشن. الانرجي اللي جوه السوليوشن دي بتبقى صغيره جدا، فكنا بنهملها الحصه اللي فاتت. النهارده بقى مش هنهملها، نحطها في اعتبارنا، النهارده بتبقى صغيره جدا، كنا بنهملها بعد كده مش هنهملها بقى، صغيره جدا. يبقى انا عايز التشارج عشان تمشي تاني بعيد من البوستيف لغايه النيجاتيف بتاع الكورب، من نيجاتيف من البوستيف لغايه النيجاتيف هتحتاج انرجي. الانرجي اللي بتحتاجها للتشارج عشان تجري هذه الخطوات اسمها البوتنشال ديفرنس، اسمها البوتنشال ديفرنس. طب لو التشارج مشت، التشارج مشت جوه السوليوشن، جوه السوليوشن، جوه السوليوشن، جوه التاني مكانها، يبقى تعمل انرجي جوه السوليوشن. الانرجي جوه السوليوشن، الانرجي جوه السوليوشن بلس الانرجي بره بره السوليوشن اللي جوه او زي بلس اللي بره، الاثنين سوا مجموعهم الصم بتاعهم اسمه الالكترو موتيف فورس ورمزه في بي. يبقى لما اجي اعرف البوتنشال ديفرنس، البوتنشال ديفرنس الحصه اللي فاتت، البوتنشال ديفرنس هو الانرجي نيدد او الورك دان نيدد تو ترانسفير الشارج، كميه من الشارج بيقدرها 1 كولوم، ترانسفير ات فروم بوينت تو انذر بوينت او سايد الباتري. يعني نقول ايه، ناخدها من البوزيتيف للنيجاتيف من بره، كميه الشارج المطلوبه عشان الشارج من البوزيتيف الى النيجاتيف من بره كده، كميه الشارج ديت اسمها البوتنشال ديفرنس. طب لو التشارج، لو التشارج دي بقى ايه، كبرت دماغها وراحت ماشيه في السوليوشن، مشيت في السوليوشن، يبقى انا محتاج انرجي كمان في السوليوشن. الانرجي جوه السوليوشن بلس الانرجي بره السوليوشن، دي الكلمه بعد مجموعهم اسمه الالكترو موتيف فورس. الالكترو موتيف فورس كانت فين دي شويه صغيرين، كانت هي كميتها صغيره، الانرجي بتبقى جوه السولفيريك اسيد سوليوشن بتبقى كميتها صغيره، فكنا بنهملها. دلوقتي بقى مش هنهملها، مش هنبدا نهملها بقى، هنحطها في اعتبارنا.
يبقى لو واحد قال لي ايه الفرق بقى بين في وفي بي، ايه الفرق بين في وفي بي؟ في ده البوتنشال المطلوب عشان انقل الشارج بره البطاريه. طب لو عايزينها نعرف الفي بي، اقول دي الانرجي المطلوبه عشان انقل الشارج بره البطاريه بلس جوه البطاريه، بره البطاريه بلس جوه البطاريه، يعني الالكتروميتيف فورس اثنين انرجي، اثنين انرجي، اما البوتنشال ديفرنس هو انرجي واحده. الفرق بينهم ان الالكتروميتيف فورس بتخش معاها كمان الانرجي اللي بتبذل في السلفوريك اسيد سوليوشن اللي جوه البيت. هو ده الفرق ما بين في وفي بي. في حاجه ثانيه ان بره السيركت الريزستنس يبقى رمزها ار كابيتال. جوه هنا هو البطاريه ليها ريزستنس، البطاريه دي جوه سلفوريك اسيد سوليوشن. الشارج لما بتمشي في السوليوشن ده السوليوشن بيضايقها. المضايقه دي بتبقى قليله جدا وصغيره، فمن المصدر رمز ار سمول. يبقى ار سمول هنا دي ريزستنس بتاعت السوليوشن وبتبقى كوبيتها صغيره جدا. فكنا بنهملها الحصتين اللي فاتوا، كنا بنهملها، النهارده مش هنهملها بقى. يبقى الار سمول، الار سمول دي مين؟ دي ريزيستنس بتاعت السوليوشن، الريزيستنس بتاعت السوليوشن، بنقول عليها الانترنال ريزيستنس اوف ذا باتري، الانترنال ريزيستنس اوف ذا باتري، الانترنال ريزيستنس اوف ذا باتري، اما الار ديك الاكسترنال ريزيستنس اوف ذا باتري، الاكسترنال ريزيستنس، ار اسمها الاكسترنال ريزيستنس، اما ار سمول اسمها الانترنال ريزيستنس، دي الاكسترنال ريزيستنس ودي الانترنال ريزيستنس. اي بطاريه في الدنيا لازم بيبقى جواها سوليوشن. السوليوشن ده بيبقى بيعمل برضه اوبوزيشن. بيضايق للشارج وهو ماشي، بيضايق للشارج وهو ماشي. بدايته في الانرجي بنزوده. في الريزستنس بين المرزوقه برمز ار سمول والاكسترنال بيبقى ار كابيتال. هو ده الفرق بين الاسم من كلمه بوتنشال ديفرنس واي ام اف. بوتنشال ديفرنس يعني الانرجي نيد تو ترانسفير الشارج اوف كولوم فروم بوينت تو انذر بوينت اوتسايد الباتري، يعني من البوزيتيف للنيجاتيف اوتسايد الباتري. لو زودنا الحته اللي جوه كمان اند الانرجي الانرجي تو ترانسفير تشارج من النيجاتيف للبوزيتيف من النيجاتيف للبوزيتيف الاثنين مع بعض يبقى مجموعهم الالكترو موتيف فورس ورمزها في بي. عايزين نستنتج شويه قوانين، نستنتج كده شويه حاجات كده بسيطه. خلي بالك الفي بي دي اللي هي الالكترو موتيف فورس ورمزها اي ام اف على طول، والار سمول دي الانترنال ريزيستنس انسايد الباتري، الانترنال ريزيستنس انسايد الباتري، والار كابيتال دي الاكسترنال ريزيستنس بتاعت السلك بتاع الواير. يعني الار كابيتال دي بتاعت بره وار سمول دي بتاعت جوه، وفي بي بره بلس جوه. تعالى كده نشوف هنعمل ايه بعد كده. قوم حط قانون سماه على اسمه اوم زلوفر كروز سيرك. قوم عندنا له قانونين اتنين، واحد خدناه وفي واحد هناخده النهارده. اللي هناخده النهارده اسمه اوم زلو فور كروز سيرك، اوم زلو فور كروز سيرك. القانون ده بيقول لك ايه؟ بيقول لك في الاول خالص انا عشان احتاج انرجي تدي تشارج من البوزيتيف بول الى البوزيتيف بول، من البوزيتيف بول لما ترجع لها تاني هرجع لها تاني، من البوزيتيف بول هرجع لها تاني للبوزيتيف بول، من يعني خرجت من البوزيتيف ورجعت للبوزيتيف، خرجت من البوزيتيف ورجعت للبوزيتيف، يعني كاني خرجت من البوزيتيف رحت للنيجاتيف وبعدين مشيت من النيجاتيف رحت للبوزيتيف. قال لك دي اسمها الاي ام اف ورمزها في بي. فروح جاي كاتب كده قال له خد بالك الفي بي، الفي بي ده الانرجي بره بلس جوه، الفي بي ده الانرجي جوه الباتري بلس جوه بلس جوه بلس بره بلس جوه. الانرجي بره الباتري هو البوتنشال ديفرنس، الانرجي بره الباتري هو البوتنشال ديفرنس اسمه اي في ار بلس البوتنشال جوه الباتري، البوتنشال جوه الباتري اسمه اي في ار سمول، اسمه اي في ار سمول. البوتنشال تاني تاني الفي بي ده البوتنشال بره بلس البوتنشال جوه. البوتنشال بره اللي هو مين؟ الانرجي المطلوبه عشان اعدي من الار كابيتال دي. الانرجي دي اسمها بوتنشال ديفرنس اي ار. والانرجي اللي بتبذل جوه البطاريه جوه السوليوشن بتاع البطاريه انرجي قليله جدا بس بنحطها في اعتبارنا بنسمي كوميتا اي في ار سمول. هاخد الاي كومون فاكتور، هاخد الاي من هنا كومون فاكتور هيبقى لك في بي وبعدين اي افتح كوز ار بلس ار ار بلس ار. طب انت عايز اي بس؟ عايز اي بس يبقى اي بس هيساوي في بي على ار بلس ار على ار كابيتال بلس ار سمول. بس مش فاهم معاك كويس النهارده بتاعت دي. الاي هيبقى هي عباره عن الفي بي على ار بلس ار، في بي على ار بلس ار. الفي بي ده البوتنشال بره الباتري بلس البوتنشال جوه الباتري. في بي ده البوتنشال بره الباتري بلس البوتنشال جوه الباتري. خد الاي كومن فاكتور بقى جوه البراكت في ار بلس ار، يبقى الاي هيساوي في بي على ار بلس ار. هو ده اسمه اومز لو فور كلوز سيركت، اومز لو فور كلوز سيركت. ممكن نستنتج قانون تاني. ايه القانون التاني دي؟ عايزين نعرف الفرق بين البوتنشال ديفرنس والاي ام اف على الطبيعه، عايزين نعرف الفرق بينهم. بص يا عم
الفي اللي هي بره البطاريه اسمها البوتنشال ديفرنس نظام الكابيتال. الفي كابيتال هي البوتنشال ديفرنس اوت سايد الباتري، بره الباتري، بره الباتري وبس. الفي بي البوتنشال ديفرنس بره الباتري بلس البوتنشال ديفرنس جوه الباتري. الفي بي كل حاجه بقى، كل حاجه. والار اس مول الانترنال ريزيستنس، عايزين نجيب الريليشن ما بين في وفي بي. عايز اجيب ريليشن ما بين في وفي بي. اول ما تسمع كلمه في تقول كلمه في في ده معناها انرجي حاجه واحده بس عشان نقله واحده. لكن في بي انرجي نقلتين، مره من البوزيتيف للنيجاتيف، من بره البطاريه للبوزيتيف للنيجاتيف بلس من النيجاتيف للبوزيتيف. ده الفرق بين الفي والفي بي. الفي بتنقل الشارج من نقطه لنقطه، الفي بي بتنقل الشارج من بره وكمان من جوه، من بره وكمان من جوه. الفي بي قلنا البوتنشال بره بلس البوتنشال جوه. واحد يقول لي بس انت قعدت تقول البوتنشال وقعدت تقول الانرجي، الاثنين واحد. يبقى الانرجي والبوتنشال حاجه واحده، ما دام بنتكلم على 1 كولوم يبقى الانرجي او كلمه بوتنشال او كلمه تورك حاجه واحده. الفي بي بيساوي اي ار بلس اي في الار سمول. البوتنشال بره الباتري اي ار كابيتال، اي في ار كابيتال بلس اللي جوه الباتري اي في ار سمول. خد شيل الاي في الار، شيل الاي في الار واكتبها، اكتبها فيه. واللي ورا دي ما عملهاش عند السبع فيلم هي كده. فاهم انا ان الكوتشن ده ان الفي بي بتساوي في بلس اي ار. الفي بي، الفي بي اللي هو البوتنشال بره بلس جوه، البوتنشال بره اهو بلس البوتنشال جوه اهو، يبقى الفي بي هي في بلس اي ار. لو انا عايز الفي لوحدها، لو انا عايز اعرف البوتنشال ديفرنس لوحده، البوتنشال ديفرنس لوحده هيبقى البوتنشال كله ناقص اللي جوه البطاريه. هيبقى في بي، خد حتى من فوق من الايكويشن، في لوحده هيبقى في بي ماينس اي في الار، هيبقى في بي ماينس الاي في الار، في بي ماينس الاي في الار. في بي ماينس الاي في الار، يبقى هنا ده البوتنشال ده كده جوه، جوه البتري. ده كده جوه البتري، وبعد كده الفي بي بره بلس جوه، وبعدين بالفي دي ده البوتنشال بره البتري، البوتنشال بره البتري. يبقى اقعد كده مع نفسك الفرق بين امتى انت تشتغل بالفي وامتى تشتغل بالفي بي. والله لو اداك ار سمول، لو ادانا في المساله ار سمول يبقى هيشتغل بالقانون ده، الفي ايكوال في بي ماينس اي ار. لو مهما قال لك اهملها يبقى تحطها بصفر، يبقى الفي هي الفي بي. الفي هي الفي بي، الفي هي الفي بي، بشرط ان ار سمول تبقى بصفر. ار سمول عمرها ما هتبقى بصفر، بتبقى صغيره جدا فبيهملها. لكن مفيش حاجه بتتخلق من غير ما يكون ليها ريزيستنس، لازم ليها ريزيستنس. اما يقول لي بس نكزكت الانترنال ريزيستنس اعتبرها بصفر. وفي الحاله دي اشتغل على ان الفي هي الفي بي، اشتغل على ان الفي هي الفي بي. يبقى كده اول قانون خدناه النهارده كانت اي بيساوي الاي بيساوي الاي بيساوي الاي بيساوي في بي على ار بلس ار. الاي بيساوي في بي على ار بلس ار. ده بستخدمه امتى؟ لما المساله يكون فيها انترنال ريزيستنس. بستخدمه لما يكون المساله فيها ايه؟ انترنال ريزيستنس. يبقى الاي بيساوي في بي على ار بلس ار. طب لو المساله ما فيهاش انترنال ريزيستنس، الار اس الار سمول بصفر. الار سمول بصفر. هيبقى الاي هيساوي في بي على ار كابيتال. الاي هيساوي في بي على ار كابيتال، ولما ريزيستنس تبقى صفر يبقى الفي هو الفي بي، بيبقى الفي هو الفي بي. يبقى امتى استخدم القانون ده؟ لو في ار سمول. امتى استخدم ده؟ برضه لما يكون في ار سمول. غير كده استخدم القانون الاصلي اللي هو في ايكوال اي ار، والار دي الاكسترنال ريزيستنس. بص لها كده كويس، واي حاجه عايز اقول لي انا بس الباوس مش معايا وحش قوي النهارده، مش عارف الباوس مالي. اي واحد حد يسالك يقول لك مين الفي كابيتال؟ تقول له البوتنشال بره البطاريه. طب يا ابني لو الشارج مشيت في لو الشارج مشيت في السوليوشن، في الاسيد سوليوشن، ده يبقى في انرجي ثاني هتبذل. دي الانرجي انسايد الباتري، الانرجي انسايد الباتري. هتبقى مين بقى ده؟ تقول ده الفي بي. الفي بي الانرجي بره البطاريه زائد الانرجي جوه البطاريه، بره بلس جوه. وجوه ده الانرجي اللي جوه دي قليله جدا، كنا بنهملها. كنا بنهملها، مش هنهملها بقى، نقول عليها ده البوتنشال جوه البطاريه، جوه البطاريه. بوتنشال جوه البطاريه. بنكمل ملاحظات. في اسمها البوتنشال ديفرنس اوت سايد بوليت سيل او الباتري. كلمه في المسائل يقول لك احسب البوتنشال ديفرنس اوت سايد اوت سايد اوت سايد البولز اوف السيل. الفي بي ده اللي هي الاي ام اف، ده اللي هي البوتنشال بره بلس البوتنشال جوه. عباره عن البوتنشال ديفرنس اوت سايد السيل بلس البوتنشال ديفرنس انسايد السيل. بره بلس جوه، بره بلس جوه، بره بلس جوه. والار سمول الانترنال ريزيستنس اوف الباتري. سيل يعني باتري، الانترنال ريزيستنس اوف الباتري. لو ما جابش سيرتها في المساله تبقى مهمله. نعوض عن الار سمول بصفر، نعوض عنها بصفر. لو عوضنا هنا عن الار سمول بصفر، لو عوضنا عن الار سمول بصفر تبقى الفي هي الفي بي، تبقى الفي هي الفي بي. او اقول لك نجلكت الانتجر ريزيستنس، تروح كاتب القانون وتروح تهبل ديت. وتشتغل على ان الفي ايكوال في بي على طول، الفي ايكوال في بي على طول. عشان يحل مسائل. طب كل شويه يزن ويقول لك امتى استخدم اومز لو؟ امتى استخدم اومز لو فور كلوزد سيركت؟ امتى استخدم اومز لو؟ امتى استخدم اومز لو فور كلوزد سيركت؟
اومز لو بستخدمه اي بيساوي على ار لما تكون الار سمول بصفر. هو ده اومز لو اي في على ار. امال ايه اومز لو فور كروس سيركت لما تكون الار دي مش بصفر؟ لما تكون الار سمول مش بصفر يبقى في الحاله دي الاي هتساوي في بي على ار بلس ار، في بي على ار بلس ار، في بي على ار بلس ار. امتى تستخدم ده؟ قول لي لما تكون الار مش بصفر. طب لو انا استعبطت ورحت في جميع الاحوال استخدمت ده، في الحالتين هستخدم ده. هيجرى حاجه؟ لا مش هيجرى حاجه. ليه؟ انا هستخدم ده وبعدين هقرا الجيفن، هلاقي في الجيفن بيقول لي ار لا تساوي صفر، يبقى الار موجوده، يبقى موجوده خلاص، ويبقى الاي بتساوي بي على ار بلس ار. طب لو في المساله قال لي الار سمول بصفر، المساله قال لي اعتبرها مهمله الار سمول بصفر، يبقى هشيل الار دي واحط بدلها صفر، هشيل الار سمول واحط صفر. واحنا قلنا لسه مش شغالين تحت، لما الار بتبقى بصفر يبقى في قد الفي بي، لسه ايدينا مش شغالين. اما بيبقى هيبقى هديلك اهو اهو، ما دام الار سمول بصفر، الار سمول بصفر، الار سمول بصفر اهي، الار سمول عندك اهي بصفر اهي في الايكويشن، يبقى الفي هو الفي بي، هيبقى الفي هو الفي بي، الفي هو الفي بي. يبقى انا اقدر بقى على طول اشتغل بالقانون الاصلي، اشتغل بالقانون العام وبعد كده ايه ابقى عوض ايه؟ استعمل على طول اي في بي على ار بلس ار سمول. والله قال لي ار سمول بصفر حطها بصفر. مش بصفر يبقى ده هتحط قيمتها، ولو هي بقت صفر، لو هي بصفر عوض عن الفي بالفي بي. لو هي الار سمول بصفر يبقى الفي هي الفي بي. تكتبها في بي صح، تكتبها في الاثنين واحد. في اي وقت تطلب منك البوتنشال اكروس البول بالباتري، انا بتكلم على المشايخ خلاص. اي وقت تطلب منك البوتنشال ديفرنس اكروس البول اوف الباتري حوالين الباتري من بره اسمه في. وده بنحسبه من في بي ماينس اي ار. الفي ده بوتنشال بره وبنحسبه من في بي ماينس اي ار. في بي ماينس اي ار. البوتنشال ديفرنس اكروس ريزيستنس، البوتنشال ديفرنس اكروس ريزيستنس معناها اي ار. معناها اي ار. واحد يقول لي يا مستر يعني ايه بوتنشال ديفرنس اكروس ريزيستنس؟ الريزيستنس دي لما التشارج بتمشي فيها بقى لازم يبقى بتمشي الورك لان، بتمشي الانرجي. الانرجي اللي بتبذل واحنا ماشيين في السلك، الريزيستنس بتاعته في الاي، الريزيستنس بتاعت السلك دوت في الاي اللي ماشي فيه. لو طلب مني احسب له الفي بي، لو طلب مني احسب له الفي بي، الفي بي كونستنت، الفي بي كونستنت. خد بالك ان في اي وقت يقول لك هات لي قرايه الفولتميتر. هات لي قرايه الفولتميتر، الفولتميتر يقرا في وليس في بي. الفولتميتر يقرا في كابيتال وليس الفي بي. اي وقت يقول لي هات يجي الفولتميتر اقول له انت عايز في، شوف هتحسبها ازاي. احسبها مش الفي ايكوال في بي ماينس اي ار، لو انا عارف الفي بي وعارف الاي في الار سمول اروح احسب له الفي اللي هو عايزها. الفي اللي هو عايزها اسمها البوتنشال الريدنج اوف الفولتميتر، الريدنج اوف الفولتميتر، الريدنج اوف الفولتميتر. يبقى الثلاث ولاد اللي انا خدتهم دول بلخصهم الاتي، يعني لما في كارت بيمشي في باتري وبيمشي في الواير المتوصل بيه بيبقى البوتنشال بره البطاريه بس اسمه في وبتساوي اي ار. البوتنشال جوه الباتري بيساوي اي في الار سمول. السم بتاع الاثنين البوتنشال ده بلس البوتنشال ده السم بتاعهم هم الاثنين اسمه الالكترو موتيف فورس ورمزها في بي. لو قال لي في اي وقت في المساله هات قرايه الفولتميتر يبقى عايزني احسب له في وليس في بي. عايزني احسب له في وليس في بي. في وليس في بي. في حاجه كده هنحفظها اسمها الافشنسي اوف الباتري. الافشنسي اوف الباتري. دي بتبقى في على في بي في 100%. القانون ده هنحفظه وخلاص. الافشنسي اوف الباتري كفاءه البطاريه كده تريك كفاءه ولا اي كلام. هيبقى في على في بي، في على في بي في 100%. الفي دي ممكن افكها لاي في الار. والفي بي دي يعني اكتبها لك تحت. الفي دي اهي الفي دي بفكها لاي في الار. وبعدين الفي بي قلنا ان هي الانرجي جوه بلس الانرجي بره. اي ار بلس اي ار. خد اي ار الاي هنا كومن فاكتور، خد الاي كومن فاكتور واشطبها مع الاي اللي فوق. خد الاي كومن فاكتور واشطبها مع الاي اللي فوق. اوصل للفورمه دي. اوصل للفورمه دي هشطب الاي مع الاي. هشطب الاي مع الاي هاف اوصل للفورمه دي. ار على ار بلس ار في 100%. يبقى لو طلب مني احسب له الافشنسي اوف الباتري عندي قانونين، عندي قانونين احسبها منهم. يبقى في على في بي في 100%، يبقى ار على ار بلس ار في 100%. تحفظ اي واحد منهم او تكتبه وشوف تستخدم اي واحد على حسب بتاع الجيفن في الداتا الجيفن. هتستخدم ده ولا هتستخدم ده؟ بس انا بقول لك بقى بخبرتي على طول بنستخدم ده. في اي وقت تسمع كلمه افشنسي اوف الباتري تقول ار بلس ار في 100%، ار على ار بلس ار في 100%. مين هو الار الكبيره؟ ده الاكستندر سيركت اللي بره الباتري، ده الريزيستر بتاع الواير. مين هي الار سمول؟ ده الريزيستر جوه الباتري في ستريوشن، الريزيستر جوه الباتري في ستريوشن. ايه هو الفي؟ ده بوتنشال بره بس. مين هو الفي بي؟ البوتنشال بره بلس البوتنشال جوه، البوتنشال بره بلس البوتنشال جوه. وعلينا بقى اسئله كتير قوي. هنا اول حاجه بيقول لي وات مينت باي، يعني ايه الالكتروموتيف فورس 1.5 فولت؟ يعني ايه الالكتروموتيف فورس اوف اسيل 1.5 فولت؟ ممكن اقولها بالقانون بالتعريف. الام اف كانت التوتال ورك دون، ما انا قلت التوتال يبقى في اكتر من ورك دون.
الاي بي اف اوف سيل كان ده التوتال ورك دون، التوتال ورك دون نيدد تو ترانسفير الشارج اوف ون كولوم فروم بوينت تو انذر بوينت اوتسايد الباتري. واحنا ما قلناش الاي بي اف اللي في ده كام؟ 1.5 فولت، يبقى نجيبها من الاول تاني. الالكتروموتيف فورس سيل 1.5 فولت، تين ذات البوتنشال ديفرنس الورك دون التوتال ورك دون تين ذات توتال ورك دون total work done, total work done of 1.5 joule needed to transfer a charge of one coulomb outside and inside the cell. بقول لك خد بالك خد بالك خد بالك اللي هي جول، هي هنا فولت لكن في الفريشن بتقل بجول. ليه؟ انت اللي انت بتقول اصلا total work done، بدل قلت total work done total work done total work done، يبقى ده انرجي والانرجي بتتقاس بجول، يبقى ساعتها اشيل فولت واحط بدلها جول. وده خطا بقى اللي هو بيغلط الطلب بيغلط فيه قوي. يعني ايه الالكتروموتيف فورس اوف سيل 1.5 فولت؟ It means that total work done, total work done of 1.5 joule needed to transfer the charge of a coulomb outside and inside the cell. يبقى ده تعريف. في تعريف تاني بيقول له رياضه. رياضه بحته. ال V بتساوي V B minus I في الـ R small. ده تعريف اخر يعني. ال V بتساوي V B minus I في الـ R small. لما يقول لي هنا يعني ايه الـ EMF 1.5 فولت؟ اقول له يعني البوتنشال بره البطاريه 1.5 فولت. لما يكون الاي بصفر. ما الاي دي لو بصفر هيبقى الفي هي الفي بي، لو الاي دي بصفر هيبقى الفي هو الفي بي. يعني ايه في بي 1.5 فولت؟ It means that the potential difference outside the battery 1.5 فولت. ما انا قلت potential difference يبقى فولت. The potential difference outside the battery 1.5 فولت when no current pass في السلك. When no current pass في السلك. تبقى لو قال لي حته اللي هي الالكتروموتيف فورس 1.5 فولت اعرفها، عندك حاجتين تعرفها اللي يريحك يبقى اسهل. مثال الاولاني بتقول التعريف بتاعه على طول التوتال ورك دون 1.5 نيد تو ترانسفير الشارج اوف ون كولوم اوتسايد اند انسايد السيل. او الثاني ده يعني ايه الاي بي اف 1.5 فولت؟ تقول لي يعني البوتنشال ديفرنس بره البطاريه 1.5 فولت لما يكون مفيش كرنت ماشي، لما يكون مفيش كرنت ماشي الاي سمول بزيرو، اي سمول بزيرو. احفظ بقى القانون ده صح، الفي ايكوال في بي ماينس اي في الار سمول. عايزين نعمل اختيارات كده. بيقول لي هنا اذا كان الاي بي اف السيل والاي ام اف هي الفي بي بتساوي 8 فولت. اذا كان الاي ام اف السيل اللي هي في بي بتساوي 8 فولت، بتساوي 8 فولت. بيقول لي هنا يبقى البوتنشال ديفرنس بره الباتري. البوتنشال ديفرنس اوت سايد البول اوف ذا سيل بره الباتري. يا ترى هيبقى اكبر من 8؟ اصغر من 8؟ ايكوال 8. الالكتروموتيف فورس اوف سيل طب 8 فولت. يبقى البوتنشال ديفرنس بره الباتري. اقل من 8 ولا تساوي 8 ولا اكبر من 8 ولا انا حافظ القانون؟ ال V equal V B minus I في الار سمول. ال V B قال لك بكام؟ ال V قال لك ب 8 فولت. وبعدين قال لك الكرنت ماشي، في كرنت ماشي في الشركه. قايل لي ان في كرنت باص، يبقى الترم ده موجود. يبقى في بيها ماينس منه حاجه. في بيها ماينس منه حاجه يبقى صغير، يبقى ده كده هيبقى 7. دي تي 8 بس اللي يبقى 7. يبقى امتى؟ او لو كانت الاي ام اف للسيل 8 فولت يبقى البوتنشال براها اقل من 8، اقل من 8 يبقى 7. ايه السبب برضه تاني بنقول؟ بنقول اهو الاي ام اف ب 8 فولت وبعدين عندك اي في الار، اعتبر اي في الار دول رقم، اي رقم، يبقى الفي هيبقى اصغر من الفي بي، يبقى الفي اصغر من الفي، ساعتها الفي اقل من الفي بي، ساعتها الفي اقل من 8، الفي اقل من 8، الفي كده اقل من 8، ده لو الكرنت ماشي. بنكمل تاني بيقول لي، بيقول لي هنا البوتنشال، بيقول لي هنا الاي ام اف اللي هي الفي بي ب 8 فولت، بيقول لي البوتنشال ديفرنس اوت سايد الباتري هيبقى بيساوي البوتنشال ديفرنس بيقول نو كرنت باس. وين نو كرنت باس؟ مفيش كرنت ماشي، يبقى البوتنشال ديفرنس تساوي ايه؟ نو كرنت باس، نو كرنت باس، مفيش كرنت باس، يبقى الاي بصفر، يبقى الاي بصفر. الفي بتساوي في بي ماينس الاي في الار. الفي بي 8 ماينس الاي في الار، بس هنا هنا الايه؟ قال لك الاي بصفر، قال لك الاي هنا بصفر، هنا بيقول لك وين نو كرنت باس، الاي بصفر، الاي بصفر، يبقى الفي هو الفي بي، يبقى الفي هو الفي بي، يبقى الفي بي هو الفي بي، يبقى الفي هو الفي بي. الفي هو الفي يعني الفي هتساوي 8 فولت. هزود حاجه من عندي؟ لو هيحل لي البوتنشال ديفرنس الاي ام اف الفولت 8 فولت، البوتنشال ديفرنس او سايد البول في الباتري لما يكون هنا وين نو كرنت باس يبقى الاي بصفر، نو كرنت باس اي بصفر، اي بصفر، الاي بصفر، يبقى الفي هي الفي بي، الاي بصفر، يبقى الفي هي الفي بي، يبقى لو الفي بي كانت 8 يبقى بره الفي 8. الاي مش بصفر، الاي مش بصفر، يبقى الترم ده له قيمه، هطرحها من الفي بي، يبقى الفي اقل من 8، اقل من 8. جيف ريزون. انا زي شباب الجيف ريزون دي هي جيف ريزون مهله شويه. ديفرنس بيقول البوتنشال ديفرنس اكروس الباتري اللي هو فيه يعني بيساوي الاي بي اف وين نو كرنت باس في السيركت. ديفريزون، ديفريزون البوتنشال ديفرنس اكروس الباتري
يعني من بره كروس الباتري من بره بيساوي الاي ام اف اللي هي بره بلس جوه والنو كرنت بس في السيركت. والله انا بقول السنس ان الفي ايكوال في بي سنس ان الفي ايكوال في بي ماينس اي ار سنس ان الفي ايكوال في بي ماينس الاي في الار هنا نو كرنت بس يعني الاي بي صفر الاي بي صفر يبقى الفي هو الفي بي يبقى الفي هو الفي بي يبقى في اي وقت يقول لك امتى البوتنشال ديفرنس امتى البوتنشال ديفرنس اوت سايد الباتري يساوي الاي بي اف اقول له اه لما يكون الاي بي صفر لما يكون الاي بي صفر لو بقى الاي بي صفر هيبقى الفي هي الفي بي مين الفي ده البوتنشال بره البطاريه مين الفي بي ده البوتنشال بره البطاريه بس البوتنشال جوه البطاريه الفي البوتنشال بره البطاريه الفي بي البوتنشال بره البطاريه بس البوتنشال جوه البطاريه والار سمول انترنال ريزيستنس اوف ذا باتري او السيل الاي بي صفر يبقى الفي اد الفي بي بنكمل كلمه ما نزهقش الاسئله دي بيقول لك امتى امتى البوتنشال ديفرنس اكروس الباتري يساوي الاي ام اف اسئله تقول انا عارف ده اتكرر كتير جدا مش مهمه امتى البوتنشال ديفرنس اكروس الباتري يساوي الاي ام اف اقول والله احنا خدنا ال في ايكوال في بي ماينس اي ار امتى ال في تساوي في بي امتى ال في تساوي في بي ال في تساوي في بي لما يكون الاي بصفر لما يكون الاي بصفر لما يكون الاي بصفر اقول له اه يبقى ال في تساوي في بي في حاله واحده لما يكون الاي بصفر ال في تساوي في بي في حاله واحده لما يكون الاي بتساوي صفر يبقى لانه كرنت يبقى ال في على طول ايكوال في بي وخلاص جه في ريجن ثاني والبوتنشال ديفرنس بتوين البولز اوف ذا سيل از نوت اولويز ايكوال اي ام اف واللي بيشتمل لي بيشتمل لي ال في يبقى قد ال في بي مش دايما مش دايما ال في تبقى ايكوال ال في بي بوتنشال ديفرنس بتوين البول اوف ذا باتري ده اللي هو الايه البوتنشال اللي هو بره اللي هو ال في از نوت اولويز الاي ام اف is not always equal to EMF. مش دايما مش دايما مش دايما بيبقى ال V قد ال EMF على طول مش دايما ال V تبقى قد ال EMF اقول له اه نحفظ احفظها كده هون احفظها كده يقول اه والله احنا ال V عندنا بيساوي في B ماينس I في الار ال V بيساوي في B ماينس I في الار عندنا احتمالين الاحتمال الاولاني ان الاي ده تبقى بصفر الاي بصفر يبقى ال V هي ال V B يبقى اه يبقى ال V هي ال V B طب لو الاي دي مش بصفر لو الاي دي مش بصفر يبقى الترم ده له قيمه الترم ده كده له قيمه يبقى في الحاله دي ال V هيبقى اقل من ال V B يبقى الفي هنا ممكن الفي هنا ممكن الفي هنا ممكن تبقى اقل من الفي بي او قد الفي بي الفي هنا ممكن تبقى اقل من الفي بي او تبقى يعني تبقى قد الفي بي او اقل منها لو الاي بي صفر الاي بي صفر يبقى الفي هي الفي بي الاي بي صفر يبقى الفي هي الفي بي لو سيركت الاي فيها مش بصفر يبقى الفي اصغر من الفي بي يبقى مش دايما مش دايما نوت اولويز الفي بي يساوي الفي مش دايما الفي يساوي الفي بي مش دايما الفي يساوي الفي بي ال في يساوي في بي لو الاي بصفر ال في اصغر من في بي لو الاي مش بصفر ال في يساوي في بي لو الاي بصفر ال في اصغر من في بي لو الاي مش بصفر يبقى هي مش دايما مش دايما بتساوي في بي على طول دي في ريزون ليه لما الاكسترنال ريزيستنس ليه لما الاكسترنال ريزيستنس بتاعه الوائر الخارجي بتزيد ليه لما البوتنشال الاكسترنال ريزيستنس حوالين الباتري بتزيد ليه البوتنشال ديفرنس اكروس الباتري بيزيد برضه ليه لما الار الكابيتال بتاعي تكبر ليه الفي تكبر ليه لما الار تكبر ليه لما الار تكبر الفي تكبر احنا قلنا سينس الاي بتساوي في بي على ار بلس ار سينس الاي بتساوي في بي على ار بلس ار والله لما الار هنا الار هنا هو قال لك تصغر ولا تكبر يقول لك هنا ايه لما قال لك لما الار تكبر لما الارض تكبر لما الارض تكبر الاي ال لما الارض تكبر الاي ال ولو الاي ال لو الاي ال لو الاي ال ده معناه ان الاي ال لو الاي ال اهو لو الاي ال معناه ان الفي زيد الاي هنا لما تقل الاي هنا لما تقل الفي هنا يكبر الفي هنا يكبر والكلام ده عملنا زي الحصه اللي فاتت هنا هو هنا هو لما يبقى الفي بيساوي في بي ماينس اي ار بنقول كده لما الارض تكبر لما الار تكبر الاي تقل لما الار تكبر الاي تقل لما الار تكبر الاي يقل والاي هنا لما يقل الفي بره تزيد لما الاي هنا يقل يبقى الفي بره يزيد يبقى الفي هنا مرتبط بالفي بي يبقى لو الفي هنا زاد الاي هتقل لو الفي زاد الاي هتقل هناخد بالنا عشان هو هيتفق خلاص تمام دي السوفت وير ونعيده تاني ونعيده تاني خد بالك خد بالك ان انا عنده قانونين اثنين يا اما الاي بتساوي في على ار يا اما الاي بتساوي بي على ار بلس ار وخد بالك ان على طول في القانون بتاع اومز لو في الكلوز سيركت الفي والاي انفرسلي الفي والاي هنا انفرسلي الفي والاي انفرسلي تقول يا مستر مش احنا واخدين الفي والاي دايركتلي اه حوالين ريزيستنس الفي ايكوال اي ار يبقى هنا الفي والار دايركتلي لكن لما يبقى في ايكوال في بي ماينس اي ار يبقى الفي والاي هنا انفرسلي يبقى الفي والاي انفرسلي يبقى في الفي ايكوال اي ار الفي ايكوال اي ار يبقى الفي هنا بروبورشن مع الاي
is V بالبروبورشن مع الاي. اما يبقى V بتساوي V ماينس اي ار، ال V بتساوي V ماينس اي ار، ال V بتساوي V ماينس اي ار، يبقى ال V انفرسلي مع الار، يبقى ال V انفرسلي مع الار. في قانون اومز لو في الكلوز سيركت ال V والاي، ال V والاي انفرسلي بروبورشن. اما في القانون العادي ال V ايكوال اي ار، العلاقه الريليشن بين V والاي دايركتلي بروبورشن. ال V دايركتلي مع الاي حوالين الريزستنس، اما حوالين الباتري بيبقى انفرسلي، V عكس الاي. ال V عكس الاي، الاي قلت ال V هتزيد، الاي قلت ال V هتزيد. كل شويه هام جدا لو ناخد بالك ان ال V بيكوال اي ار. ال V ايكوال اي ار، يعني ده البوتنشال اكروس ريزستنس. ده البوتنشال اكروس ريزستنس، V ايكوال اي ار. وال V هنا، ال V هنا دايركتلي مع الاي، ال V دايركتلي مع الاي، ال V كده دايركتلي مع الاي. اما ال V بتساوي V ماينس اي في الار، يعني ال V انفرسلي مع الاي. يبقى عندي حتتين بحطهم واخد بالك منهم قوي، امتى يبقى ال V دايركتلي مع الاي؟ ال V دايركتلي مع الاي لو هي حوالين ريزيستنس، اكروس ريزيستنس، اكروس ريزيستنس. اما حوالين الباتري، ال V حوالين الباتري، ال V ايكوال V B ماينس اي ار، ال V حوالين الباتري. هتساوي في بي ماينس اي ار. هنا الفي والاي انفرس، هنا الفي والاي انفرس. يبقى حد يقول لك الفي والاي مالهم؟ تقول له قول لي الاول الموقف الاي ايه؟ الفي والاي مالهم؟ تقول لي قول لي الاول بس موقف السيركت ايه؟ دي بطاريه وما نعرفش غير الفي بتاعها. اقول له يبقى دي ريليشن هنا، يبقى الفي والاي الريليشن بينهم دايركتلي. الريليشن بينهم دايركتلي، ولو هرسمها يبقى دايركتلي ستريت لاين كده بيقول بالاوريجن. اما لو الفي بيساوي في بي ماينس اي ار، تقول لا ده البوتنشال حوالين البطاريه. الاي ار حوالين السيركه. ال V V ماينس اي ار حوالين البطاريه، يبقى فيها حاجتين حاجتين عندها، فيبقى هتلاقي V انفرست مع الاي، ال V هتبقى انفرست مع الاي. بص اللي على الصبوره دي مهمه قوي، السطرين دول عشان نقدر نكمل بعد كده، واسال زي ما انت عايز. مين هو ال V يا جماعه؟ مين هو ال V؟ ده البوتنشال بره البطاريه. مين هو ال V؟ البوتنشال بره البطاريه بلس البوتنشال جوه البطاريه. مين ال V؟ تاني مين ال V؟ ده البوتنشال بره البطاريه وبس. مين ال V دي؟ هو البوتنشال بره البطاريه بلس جوه البطاريه. لو قال لي احسب البوتنشال اوتسايد الباتري، احسب البوتنشال اوتسايد الباتري، يبقى هدور له على الفي واحسبها. لو قال لي احسب الالكتروموتيف فورس او احسب البوتنشال التوتال بوتنشال ديفرنس، يبقى عايز الاي ام اف. التوتال بوتنشال ديفرنس يبقى عايز الاي ام اف. بص لها كده كويس. اكسبلين لسه الاسئله ما يحصلش برضه، يقول لي ازاي الفي زيد؟ ازاي البوتنشال ديفرنس اكروس البول اوف باتري بتصير بتزيد؟ ازاي بتزيد؟ ازاي الفي هنا بتزيد؟ ازاي البوتنشال حوالين الباتري ازاي يزيد؟ ازوده ازاي؟ اقول له بص احنا لو استخدمنا اكسترنال ريزيستنس كبيره، لو انا استخدمت ار اكسترنال كبيره، الاي اللي ماشي في السيركت هيقل، ولما الاي اللي ماشي في السيركت هيقل، لما الاي اللي ماشي في السيركت هيقل، لما الاي اللي ماشي في السيركت هيقل، الفي هيزيد، الفي هيزيد. لما الاي اللي ماشي في السيركت هيقل، الفي هيزيد. يبقى اقول له في الاول سينس ان الار والاي عكس بعض. تقول لي يا دي احنا ضيعنا عمرنا ونقول الار والاي مع بعض، اقول لك لما يبقى حوالين ريزيستنس. لكن دي في باتري، دي فيها باتري، بيبقى الار والاي هنا انفرسلي. اما يبقى في باتري يبقى الار والاي انفرسلي، ما فيش باتري يبقى الاي والار على طول هنا دايركتلي. اقول له اصل لو الار زادت، الار دي لو زادت الاي ده هيقل، الاي ده قل، ولو الاي ده قل، لو الاي ده قل الفي هتزيد، الفي هتزيد. يبقى ازاي ازود البوتنشال ديفرنس حوالين الباتري؟ ازاي ازود البوتنشال ديفرنس حوالين الباتري؟ اني اعمل ايه اكبر الاكسترنال ريزيستنس اللي انا هستخدمها، بكبر الاكسترنال ريزيستنس اللي انا هستخدمها، اجيب اكسترنال ريزيستنس كبيره يمر لي كرنت قليل، ولما الكرنت يقل الفي يزيد، ما ريليشن هنا انفست، لما الاي تقل الفي يزيد. لسه برضه ما انتهاش، يقول لي ليه البوتنشال ديفرنس اكروس البول اوف باتري الفي از تشينجد باي تشينجد اكسترنال ريزيستنس؟ ليه لما الار كابيتال مش اتغير ليه الفي بتتغير؟ ليه لما الار بتتغير الفي بتتغير؟ اقول والله لو الار زادت او قلت، الار لو زادت او قلت، الار كده لو زادت او قلت، الاي هيزيد او هيقل، الاي هيزيد او هيقل. لما الاي يزيد او يقل، الاي لما يزيد او يقل، الفي يقل او يزيد. يبقى اي تغير يحصل في الريزيستنس غير لي كل حاجه. كمان مره، لما هنا تبقى الار بتتغير، الار بتتغير، يبقى الاي بيتغير. ولو الاي ده اتغير، لو الاي اتغير، لو الاي اتغير، الفي هتتغير، الفي هتتغير. يبقى سينس ان الفي ايكوال في بي ماينس اي ار، يبقى نقولها له كده، سينس ان الفي ايكوال في بي ماينس اي ار، لو الريزستنس اتغيرت يبقى الاي هيتغير، ولو الاي اتغير يبقى البوتنشال ديفرنس او سايد الباتري هيتغير. بص لها كويس، سهم كده عليه سهمين معناه يمكن يعلى او ممكن يهبط، يزيد او يقل. على طول بس تبقى فاكر ان في دايركتلي مع الاي، في في ايكوال اي ار،
والفي بتساوي في ماينس اي ار، يبقى الفي انفيرست مع الار. هناخد جيف فيجن، بيقول لي فيجن دي الافشنسي بتاع الباتري. الافشنسي بتاعت الباتري ليه بتزيد؟ لما الار سمول بتزيد. الافشنسي بتاعت الباتري بتزيد لما الار سمول تزيد. والله الافشنسي بتساوي ار بلس ار بلس ار على ار بلس ار. في 100% في 100%. طيب لو انا الار سمول دي قلت، لو الار سمول دي قلت، لو الار سمول دي قلت، يبقى الافشنسي هتزيد خلاص. او الفورمولا اكتب له القانون بس. الافشنسي هنا عباره عن ار على ار بلس ار في 100%، ار على ار بلس ار في 100%. ده الافشنسي بتساوي ار على ار بلس ار في 100%. لما الار دي تقل، لما الار تقل الافشنسي هتزيد. لما الار تقل، الار سمول تقل الافشنسي بتزيد. تعالى نعمل مساله، هنعمل مساله على الكلام ده. بيقول لي فايند، فايند الانترنال ريزيستنس، يبقى عايز اقدر اجيب له ار سمول. فايند ذا انترنال ريزيستنس، عايز اجيب له الار سمول. انسايد ذا باتري هاد افشنسي 80% وير كونكتد الاكسترنال ريزيستنس 20 اوم. يبقى عندي هنا بطاريه وصلتها بالريزيستنس، الريزيستنس بتاعتها 20 اوم والافشنسي بتاعت البطاريه 80%، بيقول والار كابيتال 20 اوم. يقول لي يبقى الار سمول بكام؟ الار سمول تبقى بكام؟ هات روح بالراحه اقول افشنسي. الافشنسي دي ار على ار بلس ار في 100%. الافشنسي قال لك 80%. الار الكبير ب 20 على 20 بلس ار في 100%. خشته بالبرسنتج مع البرسنتج، نبدا رياضه بقى صغيره. هيبقى هنا 80 وبس، وبعدين هنا 20 في 100، 20 في 100 يبقى 2000 على 20 بلس ار. كروس مالتبليكيشن، كروس مالتبليكيشن 80 في 20 يبقى 1600 بلس 80 ار بلس 80 ار، كل ده هيساوي 2000. هحسبها، اخلص واحسب، يطلع لي الار سمول 5 اوم، الار سمول يطلع 5 اوم، الار سمول 5 اوم. الافشنسي بتاعت الباتري من هذول القانونين بس عندنا، وده اللي بستخدمه بنسبه 99%. ار على ار بلس ار ده بستخدمه اما احسب الافشنسي بتاعت الباتري، قول 99%. قانون الفي ما بستخدموش خالص. الافشنسي بتاع الباتري احفظ ار على ار بلس ار في 100% في 100%. هو في المساله مدي الافشنسي 80% والار كابيتال ب 20، الار كابيتال ب 20 والار سمول ما اعرفش، وبعدين هارد 100%. هشوف البرسنتج مع البرسنتج، يبقى عندي 80 وبعدين 20 في 100 يبقى 2000 اوفر 20 بلس الار سمول. شويه ماس صغيرين كده، ماس صغيرين كده، تحسب الار سمول يطلع 5 اوم. بص لها كويس. بنكمل مسائل، ما حدش زمان مسائل، مسائل كتير. باتري هاز انترنال ريزيستنس نص اوم، باتري هاز انترنال ريزيستنس نص اوم، الار سمول بنص، الار سمول بنص، كونكتد اكسترنال ريزيستنس ار بتساوي 2 اوم، دي الاكسترنال ريزيستنس ار بتساوي 2 اوم. احسب البرسنتج اوف ذا روست، احسب البرسنتج اوف ذا روست، احسب البرسنتج اوف ذا روست. اقول بقى بص يعني ايه، تعالى بس كده نهبل فيها وهشوف هتطلع لنا الاجابه ازاي. والله هو مديني في المساله، مديني في الامتحان الار سمول والار كابيتال، وعايزني اجيب له البرسنتج، عايزني اجيب له البرسنتج. اقول له لا احنا خدنا قانون يقول الافشنسي بتساوي ار على ار بلس ار في 100%. الافشنسي قال لك 80، الافشنسي عايزينها، عايزين نجيب الافشنسي دلوقتي اهي. الار كابيتال 2، الار كابيتال ب 2 والار سمول بنص في 100% تطلع الافشنسي 80%. لما يكون الجهاز ده كفاءته 80%، اما يكون الجهاز ده كفاءته 80% يبقى عيبه قد ايه؟ يبقى اللوست فيه قد ايه؟ اللوست 20%، يبقى اللوست 20%. اجلت انا كلمه لوست خالص بس كنت لغايه ما نوصل للاخر. هنكمله حالا. دول البطاريتين دول عكس بعض. قالت هنا ماشي كده وقالت هنا عكسه. لا يبقى كده ما ينفعش. بس انا عندي بيل كبير بقى، بص عليها البطاريه الكبيره، البطاريه الكبيره هي 12 فولت. دي الكبيره، يبقى قالت النهائي يمشي على اساسها هي. يبقى قالت خارج دي بي 1 بالشكل ده ويخش على البطاريه دي، يبقى دلوقتي دي فاير ديزل شارج.
ودي فاضي على ريتشارج، دي ديز ريتشارج بتفضي، ودي ريتشارج بت ايه بت 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 بتزيد اكتر بتشحن. يبدا الاي في الحاله دي ريبي 1 على ريبي 2 على كل الاراضي 12 ماينس 3 على 2 بلس 1.5 بلس 0.5 يبقى 2.25 امبير. بعد كده البطاريه في 1 قلنا البطاريه في 1 بتفضى، يبقى البوتنش عليها في بي ماينس ار 1. نعوض ال في 1 هتساوي ال في بي 1 ب 12 والاي اتحسب ب 2 وربع وار 1 ب 1.5 يتحسب تطلع 8.6 فولت. ده البي 1 ده حوالين البطاريه اللي هي بتبلغ. بعد كده الكرنت داخل على البوست بول للبطاريه الثانيه الفي بي 2، يبقى البطاريه دي بتتشحن دي في وضع ريد شارج، وضع ريد شارج، وضع ريد شارج. يبقى اقول له كده الفي 2 هيساوي في بي 2 بلس اي في ار 2. الفي 2 هتبقى بتساوي هي كانت حكايه اصلا الفي 2 كانت 3، وبعد كده هو الكرنت اللي كان ماشي 2 وربع 2.25 والار 2 بنص، كانت الفي 2 4.125 فولت. تاني الفي 2 بتساوي في بي 2 على الرسم ده 3 فولت، والاي حسبناه ب 2 وربع، الاي اتحسب الصفحه اللي قبلها ب 2 وربع، والريزيستنس ار 2 0.5، نحسب الفي 3 تطلع 4.125 فولت. الفي 3 هيبقى ده على طول ده سهل، الاي في ار كابيتال. الفي 3 اي في ار كابيتال، الاي ب 2 وربع في الصفحه اللي قبلها والار كابيتال ب 2 تطلع 4.5 فولت. ممكن احسب الفي 3 بطريقه ثانيه، احسب الفي 3 بطريقه ثانيه، نقول الفي 3 هي عباره عن في بي 1 ماينس في بي 2. عشان دول عكس بعض بحط ماينس، لو كانوا مع بعض كنت حطيت بلس. دول عكس بعض فبحط ماينس، لو كانوا مع بعض كنت حطيت بلس. نبص خطواتها حاجه حاجه. اول خطوه في المساله ديت، اول خطوه في المساله ديت احسب الكرنت. من اي ايكوال في بي 1 ماينس في بي 2 على ار بلس ار 1 بلس ار 2. اشمعنى استخدمت القانون دوت؟ عشان هما الوترتين عكس بعض، ما دام عكس بعض يبقى هنا في ماينس. يبقى هنا كده في ماينس. بعد كده كل بطاريه ليها دور. البطاريه اللي هي الفي بي 1، الفي بي 1 دي بتخرج كرنت، كانت بتخرج كرنت فبتفضى، يبقى ساعتها الفي 1 هيساوي في بي 1 ماينس اي في ار 2. ونبدا نعوض ده، يبقى الفي 1 هتساوي الفي بي 1 ب 12 والاي 2.25 والار 1 1.5 يبقى 8.6. ده الفي 1. الفي 2 الكرنت داخل على البوست بول، يبقى الفي 2 بتساوي في بي 2 بلس اي في ار 2 عشان دي بتتشحن، دي بتتشحن يعشح نال، يعشح نال يبقى بلس. يبقى الفي 2 هتساوي الفي بي 2 ب 3 الاي 2 وربع والار 2.5 يطلع 4.125 فولت. اللي ما عليهاش نقاش ولا لقطه ابدا، اللي عليها ما عليهاش نقاش ولا لقطه ابدا، اللي هي اللي تحت الفي 3 اي في الار، اي في الار، الاي ب 2 وربع والار ب 2 اوم. او تقول لي الفي 3 دي في 1 ماينس في 2. الفي 3، الفي 3 ده في 1 ماينس في 2، كان في 1 ماينس في 2، لو كانوا بطاريتين معاك في نفس الاتجاه كان بقى في 3 في 1 بلس في 2، كان بقى في 1 بلس في 2. بص لها كده كويس، شوف انا ليه دخلت الكرنت هنا على البوست، عشان دي البطاريه الاقوى، الاقوى، فالكرنت بتاعها يخرج ويبقى هو المسيطر على الموقف ويروح داخل على البطاريه دي، يدخل على البطاريه دي يشحنها بدل ما كانت 3 فولت يشحنها. والست دي بدل ما كانت 12 فولت هيبدا يفضى منها شويه. ال 12 فولت هيقل البوتنشال جواها، وال 3 فولت هيزيد جواها. دي بتفضى، دي زيت شارج، دي زيت شارج، ودي ريت شارج، ودي بيعاد شحنها مره اخرى. بعد كده الباور والانرجي. حاجه اسمها الباور وحاجه اسمها الانرجي في اي شركه، الباور او الانرجي. الانرجي كونسيومد بير سكند، الباور بتبقى الانرجي كونسيومد بير سكند. الباور معناها الانرجي بتاعتك كل ثانيه تبقى قد ايه؟ الباور معناها الانرجي اللي بتستهلكها من دماغك وجسمك كل ثانيه قد ايه؟ دي تعريف الباور. الانرجي كونسيومد بير سكند، الانرجي كونسيومد بير سكند ليها قانون ثاني. الباور الريت اوف ذا انرجي، الريت اوف ذا انرجي، الريت اوف ذا انرجي، اي حاجه فيها ريت يبقى معمول لها ديفايدد تايم، ديفايدد تايم، ات از ذا ريت اوف ذا انرجي او ات از ذا ريت اوف ذا ورك. كل دوت بالنسبه للباور. طيب قوانين الباور، الباور ليه كذا قانون. تعال نشوف اول واحد، اول واحد الباور انرجي على تايم. الباور بيبقى انرجي على تايم، انرجي على تايم. انرجي يعني ورك على تايم. ورك على تايم، ورك يعني دبليو على تايم. والدبليو دي في كيو على تي. الدبليو ده في كيو على تي يبقى في، وكيو اي في تي
فيول اي في تي على تي ايش تبتي بعتي ايش تبتي بعتي يبقى عندك في اي يبقى عندك في اي يبقى القانون الرئيسي للباور القانون الرئيسي للباور القانون الرئيسي للباور هو في اي في اي ده اول قانون للباور في اي الباور الفي شوف نقول على الفي ديت الفي ديت بس الباور مش بدايه اصلا الفي ديت ممكن اشيل احط اي ار وبعدين دوت الاي الباور في اي في اي اشيل في واحط اي في الار دوت الاي يبقى كمان اي سكوير في الار الباور بتساوي في سكوير على الار في سكوير على الار جت ازاي هي الباور بتساوي الفي في اي ادي الفي والاي في على ار في على ار دي اي يبقى في سكوير على ار في سكوير على ار يبقى المطلوب منك بقى مش ده خالص مش مطلوب منك الحاجات دي خالص اللي مطلوب منك الثلاث قوانين قوانين الباور في في اي او اي سكوير في الار او في سكوير على الار قوانين الباور في في اي سكوير في ار في سكوير على الار ده الباور دي كده قوانين الباور تعالى شوف اليونت بتاعتها الباور انرجي على تايم يعني جول على سكند انرجي على تايم يعني جول على سكند الباور في في اي الفي فولت والاي امبير الباور بيتقاس كمان بالوات بيتقاس كمان بالوات يبقى اليونت بتاعت الباور هيبقى كتير قوي جول بالسكند جول بالسكند فولت في امبير وبعدين وات كل دول يساوي بعض جول بالسكند هيساوي فولت امبير هيساوي وات خد بالك في المثال بيجيب لكش وات بيجيبها كيلو وات الكيلو وات لازم احوله لوات الكيلو وات لازم يتحول لوات انا ادربه في 10 باور 3 يتضرب في 10 باور 3 لو قال لي عرف الوات عرف الوات بنفس طريقه التعريف اللي من اول السنه الوات ده اللي هو اللي جاي مع الباور ده اللي جاي مع الباور اللي جاي مع الباور يبقى الوات الوات هو الباور الباور كونسيومد في الواير فور 1 سكند الانرجي او الباور هتساوي الانرجي او الورك دان كونسيومد بير 1 سكند الباور هي الانرجي الباور هي الورك لما التايم يبقى ب 1 سكند الباور هي الانرجي الباور هي الورك لما التايم يبقى ب 1 سكند يبقى الباور الباور هي التوتال ورك دان او التوتال انرجي كونسيومد ان 1 سكند ويبقى الوات هيساوي جول على سكند الوات هيساوي جول على سكند الوات هيساوي جول على سكند وتبقى الديفينيشن بتاع الباور هو الباور يعني الانرجي الانرجي كونسيوم 1 جول بال 1 سكند الباور الانرجي على تايم يبقى الانرجي باور في تايم الانرجي هتبقى باور في تايم الانرجي هتبقى باور في تايم باور في تايم يبقى قانون الانرجي قانون الانرجي هي نفسها قانون باور مضروبه في التايم قانون الانرجي هي نفسها قانون باور مضروبه في التايم الانرجي في اي في تي اي سكوير ار في تي في سكوير على ار في تي يبقى كان قانون الباور والانرجي الباور هو هي من غير تي الانرجي هي عباره عن الباور مضروبه في تايم الباور مضروبه في تايم الباور مضروبه في تايم تعال نشوف اليونت اوف ميجرنج الانرجي الانرجي بنقيسها بجول الانرجي بنقيسها بفولت امبير سكند الانرجي بنقيسها بوات سكند الجول تكافئ فولت امبير سكند تكافئ وات سكند تكافئ وات سكند ويبقى جول خليك فاكر الجول فولت امبير سكند ووات سكند عشان احل المسائل عشان احل المسائل الكونسيومد باور في ريزيستنس لو انا بتطبني احسب له الكونسيومد باور الكونسيومد باور ان ريزيستنس يا اما تحسبها اي سكوير في الار يا اما في سكوير على الار يا اما في اي على اساس ده كده عايز منك الباور عايز الباور يبقى عندي ثلاث قوانين اللي ممكن استعملهم بس غالبا اللي بيستخدموا اكتر حاجه اي سكول في الار اكتر حاجه بيستخدمها اي سكول في الار طيب لو انا عندي كارنت كده ماشي في ريزيستنس كارنت ماشي في ريزيستنس الريزيستنس بتستهلك منه انرجي الباور اللي بتاخدها ريزيستنس الباور اللي بتاخدها ريزيستنس تبقى اي في في 2 اي في في 2 اي في في 2 تبقى قيمتها اي في في 2 بعد كده هو لو كرنت خارج من البطاريه لو كرنت خارج من البطاريه يبقى ده كده في باور مفقوده باور ديليفرد للسيركت باور ديليفرد للسيركت يبقى ساعتها الباور هتساوي اي في في 1 اي في في 1 يبقى الباور ان جنرال
هي الاي في الفي، هي الاي في الفي. لو الباور تو شوب اي في الفي، لو الباور ديليفري اي في الفي. لو المساله كان فيها في بي وار سمول، في بي وار سمول، في بي وار سمول، ما دام في في بي يبقى ما بستعملش قانون الفي، يبقى استبدل، استبدل كل في في بي. المساله زائد بقت المساله وبيد جيفن بالفي بي، يبقى هنا ما بقولش في بي واسكت، لا تبقى دي في بي على ار بلس ار. يعني طالما ما قالش الار سمول هنا بصفر، يبقى على طول الفي هتساوي في بي، يبقى هنا اكتر الباور هتساوي في في سكوير على ار بلس ار على ار بلس ار، يبقى الباور ديليفرد هي الاي في الفي او الاي في الفي بي. لو السيركت فيها ار سمول يبقى الباور اي في بي، لو السيركت ما فيهاش ار سمول يبقى مش ار سمول، يبقى على طول الباور اي في الفي او الباور اي في الفي على طول. هنا اي في في اي في في ده الفرق ما بين يبقى في ريزيستنس غيريه ولا لا. بنشوف كده مساله تاني، نفس المساله دي التاني بنحلها تاني عشان طلبات تانيه كانت ناقصه لسه ما قلناهاش. خليك فاكر ان الفي 1 كانت كده، وادي الفي 2 وادي الفي 3، والتو باتري دول عكس بعض. التو باتري دول كانوا عكس بعض، كان دي في بي 1 20 فولت، ودي في بي 2 8 فولت، ودي 3 اوم، ودي 2 اوم، ودي 1 اوم. وكان عايز يجيب له في 1 وفي 2 وفي 3. عايز ايه في اخر مره بقى؟ عايز ايه في اخر طلب؟ هو عايز ايه في اخر طلب بقى؟ هنشوف كده هو عايز ايه في اخر حاجه. عايز بقى كل حاجه. عايز نحسب له كل حاجه، كل حاجه في الاول خالص. في الاول خالص. عايز نحسب له اي. عايز نحسب له اي. عايز نحسب له اي. والله دي البطاريه الكبيره ودي البطاريه الصغيره. وخلاص اتفقنا الكلام بيخرج من الكبير. هيمشي كده يبقى غصب عنك. دي كده خارج منها كرنت يبقى بتفضى، ودي داخل لها كرنت يبقى بتزيد، داخل لها كرنت يبقى بتتشحن. يبقى في الاول خالص لازم اجيب الاي. اول خطوه اجيب الاي، اول خطوه، اول خطوه بجيب الاي. اجيبه من هنا الاي ايكوال في بي 1 ماينس في بي 2 على ار بلس ار 1 بلس ار 2. ده اتعمل كده بهذا الشكل ليه؟ عشان التو باتري عكس بعض. التو باتري عكس بعض يبقى 20 ماينس في بي 2 8 على 3 بلس 1 بلس 2 يطلع 2 امبير. يبقى الاي هنا ب 2 امبير، الاي هنا ب 2 امبير. اجيب له بقى في 1 وفي 2 وفي 3. نرجع دول هنا البطاريه في 1 از ديسشارج بتفضي، يبقى الباور اللي خارجه منها اي في بي 1 التملي الباور ديليفرد بناخدها اي في بي 1. اي في بي 1 الاي لسه حاسبينه 2 امبير، والفي بي 1 البطاريه بتخرج 20 تبقى 40 واط. بعد كده هو البطاريه الفي بي 2، البطاريه الفي بي 2 دي بتتشحن، يبقى الفي بتاعها بالبلس الباور كونسيوم دول 8 اي في بي 2 هيبقى 2 في 8 يعني 16. اخر حاجه عندك ريزيستنس ار وار 1 وار 2 دول بيستهلكوا باور. عايزين نشوف بقى الاستهلاك بتاعهم يبقى ايه؟ اي سكوير في الار، اي سكوير في الار، اي سكوير في الار. بس انا عندي هنا كذا ار، عندي كذا ار، يبقى اي سكوير افتح بلاك ار بلس ار 1 بلس ار 2 اي سكوير في الار توتال. الاي سكوير اهي 2 باور 2 والار بلس ار 1 بلس ار 2 الار كابيتال 3 والار 1 كانت ب 1 والار 2 كانت ب 2 24 فولت. لو انت عايز تتاكد ان التوتال كونسيومد هو التوتال ديليفرد، التوتال كونسيومد هو التوتال ديليفرد اهو التوتال كونسيومد 16 بلس 24 يبقى 40 واط. دي بتستهلك ودي بتستهلك، دي بتستهلك ودي بتستهلك، يبقى 12 اسف 24 بلس 40 يبقى ايه؟ 16 بلس 24 يبقى 40 واط. دي اللي هي كونسيومد. لو انا عايز بقى الباور ديليفرد، عايز الباور ديليفرد، عايز الباور ديليفرد، لو قلنا 40 واط مع الباور كونسيوم بالفكره، الباور كونسيوم هي الباور ديليفرد، الباور كونسيوم هي الباور ديليفرد. الايديال كيس، الايديال كيس الباور كونسيوم هو الباور ديليفرد. يبقى كده عملنا كل اللي ممكن يتعمل في مساله واحده لخطط كل حاجه. مساله بيقول لي عندنا بطاريه في بي وده ار سمول ودي ار كابيتال وده اميتر وده كي. بيقول لي هات رايت الاميتر والفولتاميتر. مساله في كتاب المدرسه الاميتر والفولتاميتر مرتين. لما يبقى كي سويتش اوف، لما يبقى كي سويتش اون، معلش دي اوف صح ودي اون، دي اون دي اون دي اون. هنبدا نشوف هنتصرف فيها ازاي. بص يا عم في الاول خالص بيقول لي هات رايت الفولتاميتر والاميتر. لما يبقى كي ده اوف، كي ده اوف يعني مفيش مش متوصل، يعني مفيش كرنت. كي ده اوف يبقى الاي بصفر، الاي بصفر، الاي بصفر. الفي في بي ماينس اي في الار، الفي ب 12 والفي بي ما اعرفش والاي بصفر في ار سبوت. يحسب الفي يطلع 12 فولت. كمان مره بيقول هات الريت الفولتميتر في دي وهات الريت الاميتر. لما يكون كي دوت سويتش اوف
لما يبقى كي دوت سويتش اوف. سويتش اوف يعني كرنت بصفر، سويتش اوف يعني كرنت بصفر، يعني دي كده ايه في 1 هتساوي في بي ماينس اي ار. هو كان مديني في بي ب 12 فولت، هو دي في المساله الفولت ميتر بيقرا 12 فولت، دي 12 فولت ده هحل في بي ماينس اي في ار ال 12 هتساوي في بي ما اعرفش ماينس 0 في ار، يبقى جبنا في بي ب 12 فولت خلاص. بعد كده بيقول لي ولما كي يبقى كلوزد، لما كي بيبقى كلوزد الفولت ميتر بيقرا 9 والاميتر بيقرا 1.5 امبير. الفولت ميتر بيقرا 9 والاميتر بيقرا 1.5 امبير، اقول له في بي بيساوي في بي ماينس الاي في الار، الفي ب 9 الفي بي ب 12 الاي ب 1.5 في الار سمول، تحسب الار سمول تطلع 2 اوم، تحسب الار سمول تطلع 2 اوم، تطلع 2 اوم. يعني ممكن ار سمول اجيبها بطريقه ثانيه، اقول كده الاي هتساوي هنا، هو يعني ممكن اجيب الكابيتال ممكن اجيبها بطريقتين هي والار سمول، اقول اه ما الفي ايكوال في بي ماينس اي ار، الفي ب 9 الفي بي ب 12 ماينس الاي ب 1.5 في ار، تحسب الار يطلع 2 اوم. بعد كده الاي اللي انت اللي انا جبته ده تساوي في بي على ار بلس ار، الاي 1.5 والفي بي ب 12 والار ما اعرفش والار صغيره ب 2، تحسب الكلام ده كله يطلع 6 اوم، يبقى الار هنا 6 اوم. او لو مش عاجبك الطريقه دي بلاش مش مهم منها، الا في ايكوال اي ار، الفي ايكوال اي ار، الفي ب 9 والاي ب 1.5 في الار، تحسب الار يطلع 6 اوم. بص لها كويس، والداتا اهي اللي فوق اهي، دي الداتا، دي الداتا كده اللي فوق اهي. بنكمل مساله بيقول اذا كان في بي ب 12 فولت والار سمول 0.4 اوم والار كابيتال 4.6 وده كده اهو، وفي هنا اميتر وهنا فولتميتر، بيقول لي في الاول خالص هات قرايه الاميتر والفولتميتر مرتين بره لما يبقى كي سويتش اون ومره يبقى سويتش اوف، واداني حاجات تساعدني ان ايه لما كده يبقى سويتش اون، اما كده سويتش اون ايه اللي هيحصل؟ سويتش اون ما يبقى سويتش اوف، كده ما يبقى سويتش اوف، ايه اللي هيحصل؟ هيبقى الفي قد الفي بي، الفي هيبقى قد الفي بي يعني الفي بي 12 فولت والار سمول 0.4. نبدا نحل بقى المساله، بيقول لي اول حاجه عايزني ابدا احل، عايزني اجيب له قرايه الاميتر والفولتميتر يبقى سويتش اوف. اما يبقى سويتش اوف هنا الاميتر هيقرا صفر، الاميتر هيقرا صفر، الفولتميتر هيبقى في بتساوي في بي ماينس اي ار، الكي سويتش اوف يبقى الاي بصفر، يبقى الفي هي الفي بي، يبقى الفي هي الفي بي، يبقى الفي ب 12 فولت. ده كده لحاله سويتش اون، سويتش اون الاي دي كام؟ تقول لي الاي 12 الاي هيبقى في بي على ار بلس ار، على ار بلس ار، الار ب 4.6 والار سمول 0.4، اروح حاسب الاي خلاص، الكي سويتش اون عايزني اجيب له الفي، اقول له الفي ايكوال في بي ماينس اي ار، الفي ايكوال في بي ماينس اي ار، الفي بي حسبناه ب 12 والاي عندنا والار سمول ب 0.4 يبقى جبنا له كمان الفي. لو انت عايز تجيب الفي من هنا اهو ينفع الاي في 4.6 الار الاي في 4.6 يطلع لك نفس اللي هي فوق، يبقى دي ريت الفولتميتر. وفي ما كانش كان سويتش اوف كانت الاميتر بصفر، لما سويتش اون بقى الاميتر له قيمه يشوفها. بص كده على الجيفن اهو، ده ايه ما كانش سويتش اوف وده ما كانش سويتش اون، دي سويتش اون ولا سويتش اون عشان بس معمول لك ايه بيست فايه ما تبقاش غلط، دي وانت بتذاكر تخليها اهو. اهو سويتش اوف الاميتر قرا صفر، يبقى الفي ايكوال في بي ماينس اي في الار، الفي ايكوال في بي بيديهالي والار بيدوني والاي بصفر، يبقى الفي ب 12، يبقى جبنا الفي ب 12 خلاص، يبقى الفولتميتر هيقرا 12. لما كي بقى سويتش اون، سويتش اون احسب الاي في بي على ار بلس ار، الاي هيساوي الفي بي ب 12 الار 4.6 بلس 0.4، يطلع الاي ب 2.4 امبير، يبقى الاميتر هيقرا 2.4 امبير، الاميتر هيقرا 2.4 امبير، الاميتر هيقرا 2.4 امبير. هنا الفي ايكوال في بي ماينس اي ار، الفي بي 12 الاي محسوب 2.4 في الار سمول 0.4 بتاعت 11.04. مش عاجبك الطريقه دي، في طريقه ثانيه، في طريقه ثانيه ان يعني برضه الاور الفي ايكوال اي ار، الفي ايكوال اي ار، الفي ايكوال اي ار، الاي ب 2.4 والار 4.6 بتاع 11.04، يعني على طول قوانين الفي بيطلب منك تحسب الفي، يا اما تحسبها له الفي ايكوال في بي ماينس اي ار، الفي ايكوال في بي ماينس اي ار، او تحسبها له تحسبها له من هنا اهو الفي ايكوال في بي ماينس اي ار تعوض بيها، يبقى الفي هنا يبقى اول في ايكوال اي ار، اي ار اي ار كابيتال،
في ايكوال اي ار كابيتال لو حاجتها متوفره، او في بي ماينس الاي في الار سكوير. وعاده الحاجات اللي هم الاثنين متوفره ممكن احسبها مرتين، ممكن تتحسب مرتين هيطلع لك نفس الرقم 11.04. بص طلع كده دي كويس. هي عملنا واحده زيها قبل كده، عملنا دي واحده زيها برضه. الحاجات دي كلها مسائل في المعاصر، يعني كل الحاجات دي المسائل في المعاصر موجوده في المعاصر. دي اتشرحت واحده زيها. هنبدا ناخد جراف. احنا قلنا لما يبقى الفي ايكوال اي ار، الفي ايكوال اي ار يبقى الفي والاي دايركتلي دايركتلي بروبورشنال، يعني ستريت لاين بيمر بالاوريجن. لكن لما بيبقى الفي حوالين باتري، الفي حوالين باتري، الفي حوالين باتري، بيبقى الفي ايكوال في بي ماينس اي في الار، بيبقى الفي ايكوال في بي ماينس اي في الار. هو هنا هو كده اهو قال لي ده الفولتميتر بيقرا بوتنشال ديفرنس حوالين باتري، حوالين باتري، حوالين باتري، واداني الارقام دي، اداني الارقام دي. قال لي خد الفي على الاكس على الواي اكسس، وخد الاي على الاكس اكسس، وارسم لي الريليشن، ارسم الريليشن. راح مدينا الجدول ده. انا كده بص الاقي هنا وفي الجدول ده اكبر حاجه خمسه. طيب انا مشيت لغايه سته، 1 2 3 4 5 6، والناحيه الثانيه برضه كده 1 2 3 4 5 6، وابدا ارسم 5 مع 1، 5 مع 1، ادي 5 اهو مع 1، بعد كده 4 مع 2، 4 كده اهو وانزل 2، وهكذا. حطينا نقط وصلت بينهم بعد خط، هو ده خط خلاص، هو ده الرسمه بتاعتنا، ده الفي والاي. بروح اسالك سؤال، يقول لك النقطه دي، النقطه دي مين؟ مين النقطه دي؟ اقول والله لما الكرنت، والله لما الكرنت اهو، والله لما الكرنت، لما الكرنت يساوي صفر بتبقى الفي بتساوي كام؟ تبقى الفي بتساوي كام؟ تبقى الفي بتساوي في بي، في تساوي في بي، يبقى الفي بي ب 6 فولت جبناها من الاول بسرعه. النقطه دي على طول هي الفي بي. ليه؟ اصل الفي قد الفي بي لما يكون الاي بصفر، الفي قد الفي بي لما يكون الاي بصفر، الفي قد الفي بي لما يكون الاي بصفر، خلاص قد الاي اهو بصفر، يبقى الفي كانت 6، يبقى الفي بي ب 6، يبقى الفي بي ب 6 على طول، الفي بي ب 6. راح قال لي طيب احسب لنا الار سمول بكام؟ الار سمول بكام؟ اقول له ماشي. وروح كاتبين سيرش الفي ايكوال في بي ماينس اي ار. لحظه طب الاي بصفر لما يبقى السيركت سويتش اوف، الاي بصفر الفي هتساوي 6، ولما يبقى السيركت مش شغاله اهو الاي بصفر هيبقى الفي هتساوي الفي بي، يبقى الفي بي ب 6 فولت، الفي بي هنا ب 6 فولت. بعد كده عايزين بقى نجيب له الايه الطلب الثاني اللي هو الار سمول، الفي ايكوال في بي ماينس اي ار. الفي ب 5 الفي بي ايه؟ الاي ب 1 في الار سمول. جبت منين ده؟ هيبقى منين الاي والار سمول؟ من على الرسم، من على الرسم، من على الرسم. هنا هو بيجيب كل حاجه، اول حاجه بعد كده على الرسم من هنا، هنا يبدا الفي بي، يبدا الفي بي من هنا. هروح جاي مختار، هروح جاي مختار مثلا اختار ال 5 مع ال 1 واعوض، اختار ال 3 وال 3 واعوض، يبقى عندي 2 ايكويشن. شوف الاثنين انهم يبقى اتحلت. عندنا 2 ايكويشن، الفي ايكوال في بي ماينس اي ار، يبقى الفي 5. الفي بي ما اعرفش، والاي ب 1 والار سمول ما نعرفش. نظبطها يبقى الفي بي هتساوي 5 بلس ار سمول. الفي بي هتساوي 5 بلس ار سمول. بعد كده هاخد النقطه الثانيه. اخد النقطه الثانيه في واي، الفي ب 4 والاي ب 2 واعوض، يبقى في بي هتساوي ال 4 هتساوي في بي ماينس 2 ار. نظبطها بقت في بي بتساوي 4 بلس 2 اي. 4 بلس 2 ار. نحلهم مع بعض ثالثه اعدادي، نحلهم مع بعض المكتوب كويس مع بعض. اما احلهم مع بعض يطلع الار ب 1 اوم، ويطلع الفي بي ب 6 اوم. بص لها كويس، دي جت اختها السنه اللي فاتت. على مهلك كده فيها ايه؟ احفظ الاتي. النقطه ديت هي الفي بي. النقطة دي هي الفي بي، النقطة دي كده على طول بيبقى عارف ان هي الفي بي. أول ما الجراف يترسم تاخد النقطة دي تبقى هي الفي بي. تبقى حبيبي صعب. النقطة دي الفي بي. ولو عايزين نجيب السلوب بتاع الجراف ده، السلوب بتاع الجراف ده، أقول له كده بص احنا اتفقنا الجراف ده بتاع في ايكوال في بي ماينس اي ار. الفي ايكوال في بي ماينس اي ار، الفي ايكوال في بي ماينس اي ار، الفي على الواي اكسس. الاي على الاكس اكسس. الفي على الاكس اكسس. على الواي اكسس. والاي على الاكس اكسس. وكان على طول السلوب، كان على طول السلوب عندنا الكوفيشن اوف الاكس.
الكوفيشن اوف الاكس هي الار دي ماينس الار ماينس الار الكوفيشن اوف الاكس الكوفيشن اوف الاكس ماينس ار ماينس ار ماينس ار يبقى ده كان السلوب ال في ايكوال في بي ماينس اي في ار في ايكوال في بي ماينس اي في ار الاي هنا هو الاكس والفي هو الواي الفي ايكوال في بي ماينس اي ار خلاص الفي ده على الواي والاي على الاكس اكسس احسب الار سمول اللي بعد تطلع الار بماينس 2 تطلع الار ده بماينس 2 يعني خد اي رقم خد اي رقم من الجدول اللي هنا واي رقم الاي وعوض بتاعنا في النهايه كل التعويضات الار رقم ثابت الار رقم ثابت يبقى الجراف ده نحفظه صم هتحب الصم لازم هتحب الصم لازم يبقى ايه الموضوع بقى الاي ام اف كده خلص خالص الحمد لله الاي ام اف خلص خالص هنخش بقى الاسبوع الجاي في اهم درس هنعمله في المنهج درس اسمه السيريز والباراليل درس مهم قوي مشهور يمكن شفتوه قبل كده في ثالثه اعدادي ولا بتاع حاجه اسمها السيريز والباراليل بعد الحصه هبعتلك الفيديو والواجب بتاع الملزمه شيت كبير او الواجب الالكتروني بس كده اشكركم لو في اي سؤال انا لسه موجود لو حد عايز يسال اي سؤال اي سؤال اخرج ماشي اوكي تصبحوا على خير